بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكنا قد بدأنا في سيرته رضي الله عنه بأنه ذو النورين، وأنه من تزوج ابنتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صاحب الهجرتين، الهجرة الحبشة مرتين، ثم إنه ولد يعني بعد عام الفيل بست سنوات، بعد عام الفيل بست سنوات ولد رضي الله عنه، وكان من أشد الناس حياء في جاهليته وفي إسلامه، فكان وافر الثراء سابغ النعمة جم التواضع شديد الحياء، كل هذه الصفات كانت موجودة فيه هو في عهد في جاهليته، يعني غني والغنى عليه واضح ووافر، ومع غناء دوت ومع تقدمه دوت في المادة، لكنه شخصية متواضعة جدا جدا، ودي شخصية نادرة ان انت تجد واحد يكون ذو مال وفي نفس الوقت هو يعني شديد التواضع وفي ذات الوقت هو شديد الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه، كان يقصد عثمان رضي الله عنه. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان، يعني أشد أمتي هو عثمان رضي الله عنه. في الجاهلية كانوا يحبونه حبا كثيرا، لدرجة أن المرأة وهي بتدلل ابنها وبتضحكه تقول له: أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان، يعني بتقول له بحبك وربنا زي ما قريش بتحب إيه؟ بتحب عثمان رضي الله عنه. مش الرحمن هو ربنا برضه ولا ايه؟ مستغربين ليه؟ هي بتقول له كده: أحبك والرحمن، زي ما انت هنا بالظبط تقول ايه؟ والله بحبك وربنا بحبك، فهي تقول أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أول ما ظهر الإسلام كان من أول المستجيبين له، فكيف أسلم عثمان رضي الله عنه؟ إن شاء الله نناقش هذا الجزء في هذا اللقاء بإذن الله. والإسلام عثمان بن عفان قصة ماذا لا يرويها الرواة، ذلك أنه حين بلغه في الجاهلية أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة ابن أبي لهب، ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظى بخلقها الرفيع وبيتها العريق، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدة بنت كريز، وكانت هذه المرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن، فسرت عنه، يعني سرت عنه فرجت عنه شوية، بصرت عنه. طيب الفقرة اللي فاتت ديت احنا عايزين نقف معاها شوية، شوفوا كده ايه اللي ممكن يكون موجود فيها من فائدة. هو هنا بيقول ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سمع بزواج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمها عتبة ابن ابي لهب، ندم أشد الندم إن هو لم يسبق إليها، ندم جدا هو ما لحقش يوصلها وما لحقش إن هو يتزوجها، ولم يحظى بخلقها الرفيع وبيتها العريق، فدخل على أهله مهموما، مهموم عنده هم، فوجد عند أهله وجد خالته ليا السعدة بنت كريز، وكانت هذه المرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن، فسرت عنه، بسطت الموضوع وفرجت عنه شوية. حد يقدر يقول لي أي حاجة نستفيدها من الحتة اللي فاتت دي؟ ركزوا كده شوية، تفضل.
صح كده، بس هو لسه دول كفرة لسه، ده هم لسه ما دخلوش الإسلام، خد بالك ما دخلوش الإسلام. لكن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. مش تفضل. أيوة تمام تمام، جميل جدا، نقطة مهمة جدا ديت، ان انت لازم تستمع للناس اللي اكثر منك خبرة، اللي هي خالته الطاعنة في السن، لازم يسمع لها عشان يستفيد من كلامها، وان كان ديت تيجي في الفقرة ايه اللي بعديها. ماشي تفضل. لما تكون هناك فتاة نعلم بخلقها وعراقت نسبها نتعجب بزوجها؟ لما تكون في فتاة معروفة بأخلاقها وبدينها وبأسرتها وعراقتها، هل يا ترى تتردد في القدوم وخطبتها والزواج منها، ولا تبقى متردد وتقدم رجل وتأخر رجل؟ لا تقدم رجل وتأخر رجل، ممكن غيرك يسبق في الحالة دي. انت ايه تندى تقول يا ريتني كنت خدتها ويا ريتني كنت ويا ريتني كنت؟ لا، الحاجات دي مش محتاجة ايه، مش محتاجة ريتني كنت. انت مجرد ما تتأكد وتتيقن ان دي مطابقة للمواصفات، المفترض انك انت تقدم على طول عشان تنال وتفوز بهذا الخير، كنت ترى ان هذا خير فعلا. تفضل. أيوة، بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الجاهلية كان معروف ان هو بيت كرم واخلاق وعراقة وديانة، حتى في ادب، في ادب وفي نوع من الهدوء والسكون. يعني البيت فيه نوع من الوقار والهيبة، واضح؟ فالبيت كان له أثره. ميول لعثمان رضي الله عنه وارضاه وخلقه وتواضعه إلى العراقة وإلى أيوة، عثمان رضي الله عنه مش شاب طايش عايز واحدة جميلة وواحدة أنيقة وواحدة متبرجة وواحدة بتقول وتعيد وتزيد، لا، ده عايز واحدة عندها أصالة أصيلة، أبوها معروف، جدها معروف، عيلتها معروفة، يعني السيرة الذاتية بتاعت الأسرة كويسة. هو مش بيدور على واحدة ايه يعني مجرد ان هو يعني يقضي وتره وخلاص على كده، لا، ده هو بيدور زي بقولك على الاصل، دور يعني مش كده. ماشي، ايه تاني؟ تفضل. ان اللي هو قرب العلاقة وان يكون وطيدة بين الاباء والابناء ممكن تحل المشاكل بسرعة، ان هي خفيفة عنه بسرعة يعني قبل ما يحصل. دي خالته. يعني في فائدة من صلة الرحم ان هي خالتك تزورك وانت تزور خالتك، ممكن تجد عندها خبرة، ممكن تجد عندها حل لأمر ما. ماشي، ايه تاني؟ فضل. عثمان رضي الله عنه وارضاه على ما فاته من خير من يعني الواحد لو يرى ان في خير فاته يحزن عليه ولا كبر دماغه؟ لا، لما يحس ان في خير فاته المفترض انه يحزن على فوات الخير، وانت كمسلم المفترض تحزن على فوات الطاعة. لو في طاعة فاتتك، يعني مثلا انت كنت ناوي تأذن، دخلت الجامع لقيت واحد تاني سبقك للميكروفون وبيأذن، كنت ناوي مثلا تيجي تنظف الجامع فاجئت ان واحد سبقك جه قبليك ومسك المكنسة الكهربائية اللي ما بتكلفش حد حاجة دي وقام دخل نظف المسجد، تحزن ان هو سبقك واخد ولا ما تحزنش؟ انا احزن ان الاجر فاتني، لكن بقى ما فضلش حسيده هو وكسر فيه هو، لا، انا احزن بس ان انا فاتني الاجر، انا كنت حريص على ادراك هذا الاجر. ماشي، ايه تاني؟ تاخد ايه؟ ما انت لو قعدت تاخد الصواب بالنية، الصواب بالنية ما هو مش زي العمل. ده بقى حال الكسالة، ان هي يقول لك ايه، انا بالنية، خلاص اتجوز بالنية وانجح بالنية وخلي عندك فلوس كتير قوي بالنية، وفي الاخر هتطير زي الحمام اللي قاعد في البنية. اتفضل. ان الواحد لو شايف ايوه، الانسان لا يفوت الخير، اذا رايت امامك خير فانت لابد انك انت ايه، بادروا بالاعمال الصالحه، بادروا بالاعمال فتنا، يعني بادروا بالاعمال الصالحه قبل ما تاتي فتن تمنعكم وتحول بينكم وبين اتمام هذه الاعمال الصالحه. ماشي، ايه تاني؟ اتفضل. ان عثمان رضي الله عنه وارضاه كان شابا كسائر الشباب يحزن ويغضب رغم حياءه ورغم عظم ماله ورغم طرفه. هو عثمان كان عنده 34 سنة لكن شباب برضه، مفيش مشكلة. هنعديها لك، أنت عندك كم سنة؟ أنا 37. 37 وعندك 34، فهو عثمان رضي كان برضه شباب يعني. ما زلنا شباب. شكلك بقى رضي الله عن عثمان. ماشي، في حاجة تانية في الفقرة دي؟
خالته عندها فراسة انها ايه قرأت الحزن والهم في وشه. يعني اول ما دخل على اهله، بص الفقرة دي بيقول لك ايه، فوجد عندهم، فدخل على اهله مهموما، دخل عليهم مهموم، خلاص دخل عليهم مهموم. مين هيقرأ الهم في وشك؟ اكيد حد حاسس بيك مش كده؟ ما انت ممكن تبقى قاعد في وسط ناس والناس مش حاسة انك، مش حاسة ان انت حزين وان انت متضايق وان انت مش حاسة، فاللي هيحس بيك هو القريب منك، هو اللي شاعر بمشاعرك. فهو وجد دخل البيت مهموم، فوجد خالته جوه، وخالته دي كانت امرأة من صفاتها انها حازمة عاقلة طاعنة في السن، يعني عندها خبرات، تعرف تقرا الناس من اول ما تشوفه. يعني اول ما تشوف وشك كده تقول لك مالك زعلان ليه، تشوف وشك كده تقول لك خير فرحني معاك، رغم انك انت لو قلت حاجة كده ولا قلت حاجة كده، لكن هي من خبرتها ومن سنها هي اصبح عندها تجربة انها بتقرا المشاعر على وجه صاحبها، تقرا المشاعر على وجه صاحبها. اذا كان مهموم ترى الهم في وجهه، اذا كان فرحان ترى الفرح في عينه. فهي ايه، امراه عندها خبره وعندها يعني حنكه. ماشي، ايه تاني كده؟ خلاص نفضتوا الحته، لسه شويه. اتفضل. ان يستانس المرء منا عند حزنه باقربائه وجيرانه واحبائه حتى يكون هم الاقرب له يفرج على ما هو فيه. لما انت تكون مهموم مغموم ممكن تستفيد من اقرب الناس اليك. يعني بقولها هنا بتقول فسرت عنه. هل كان حد ممكن يكون متخيل انه يجد حل المشكلة العاطفية عند واحدة عجوزة؟ يعني الست العجوزة دي خلاص ما عادش عندها عواطف ومش عارف ايه مش كده؟ هل حد بيفكر ان مشكلة عاطفية ممكن تتحل عند واحدة عجوزة؟ صعب جدا، لان هي ايه المشاعر دي بقت بعيدة عنها، المراهقة بقى فاتتها من فترة طويلة قوي، دي طعنة في السن، يعني ممكن تقول داخلة في 90، والناس بتوع زمان دول ما شاء الله كانوا بيعمروا، يعني الواحدة تضرب في 100 ببساطة يعني ومعدية، تعرفش تاكل سمنة ملج دي ولا ايه، المهم انها ايه ما شاء الله يعني ربنا مبارك في اعمارهم. فهي طاعنة في السن، فهي فوتت مرحلة المراهقة دي من زمان، والحب والعاطفة والغريميات دي كلها فاتتها من زمان، فهي خلاص نسيتها. فهل كان حد متخيل انها ممكن تجد مشكلة شاب عنده مشكلة عاطفية عند امرأة عجوز طاعنة في السن؟ فبنقول لك هنا ان انت ربما تجد مشكلتك عند من لا تتوقع، ربما تجد حل مشكلتك عند من لا تتوقع. يعني ممكن تجد حل مشكلتك عند خالتك مش عند بنت خالتك، خد بالك، عند خالتك. اصل واحد ممكن يلاقي حل مشكلته عند بنت خالته، لا انا بقولك عند خالتك، يا اما بنت خالتك تروح لخالتك تتجوزها تبقى خلاص. فممكن تلاقي حل مشكلتك عند خالتك، عند عمتك، عند ابوك، عند امك، عند حد من قرايبك، عند اخوك، عند اختك، عند حد من العيلة. ممكن تلاقي حل مشكلتك عند اخ من اخوانك، ممكن يكون اقل منك في الالتزام، اقل منك في التجربة، اقل منك في الخبرة، ممكن ما تستهيفوش، يعني ما تقولش ده صغير، ده عيل، ده مش فاهم حاجة. انت مش ممكن تجد حل المشكلة عنده؟ مش الناس اللي بيقولوا في الامثال يوضع سره في اضعف خلقه، مش الناس بتقول كده؟ لا انا مش بقول بقى كده وبس، لا انا بقول لك لا تحقر احد. ربما تجد قول عند واحد لا مش صغير، مجنون. هو المجنون ده مجنون على طول ولا بيفوق ساعات بيفوق ساعات وساعات بيقول حكم، ساعات المجنون ده بيقول حكم، لان هو ممكن يكون مطعون في نفسيته وفي مشاعره وفي حاجات كتير قوي 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 قوي، وعنده تجربة حياتية مش عارف يطلعها لحد. فوقت ما بيفوق من جنونه يوم قايل كلمتين كده اهوت زي ما بيقولوا زبد، يعني دول فيهم الايه؟ فيهم العلاج المتين. طيب يعني ما تقولش ده مجنون يا عم، اسمع، ما تقولش ده عدوي، ما تسمع، انت خسران حاجة؟ ما تسمع. اذا انت لا تحرم نفسك من السماع، ما تقولش لا ده
أخ صغير، لا ده شيخ مغمور، لا ده واحد ملوش قيمة، لا ده مجنون، لا ده. لا تحرم نفسك من السماع. السماع مش هيضرك، اسمع وانت لك عقل يفلتر يشوف ايه الصواب وايه الخطأ وايه المقبول وايه المرفوض ويقبل ويرفض. لكن لما تحرم نفسك من السماع ابتداء ربما كان الخير هنا وانت لا تدري، ما انت ما تعرفش الخير فين. ممكن الخير دوت، ما هو ما كانش عثمان متوقع ان همه يزول عند خالته، ما كانش متوقع ده داخل بيتهم عادي يعني، لا خالته جوه قارت على وشه الهم. فكان من شأنها انها كانت سبب في انها تسري عنهم. فانت ما تعرفش حل مشكلتك فين، فلو حد قال لك حل لمشكلتك اسمع منه وشوف هينفع يبقى حل وما ينفعش يبقى حل، لعله يكون فعلا حل وحل مناسب. فسرت عنه. طيب ايه تاني؟ فكرة اللي فاتت دي فيها حاجه لسه؟ انت ساكنك مذاكر القصه ولا ايه؟ مفيش حد تاني مذاكر ولا ايه؟ اتفضل. ايوه اصحاب الخبره، اصحاب الخبره واصحاب التجربه. مش عواطف بس، مش العواطف بس، اما يكون عندك مشكله هذه المشكله تبحث عن حلها بدايه عند من؟ مفترض عند اصحاب التجربه، عند اصحاب الخبره، مش كده؟ عند كبار السن. يبقى تدور في، تدور في مظانها، شوف ممكن الاقي الحل عند مين، ابحث ودور واسال، قطعا ستجد ان شاء الله حلا لهذه المشكله. ماشي اتفضل. سهوله عثمان رضي الله عنه وارضاه واستجابته للمصحف. سهوله عثمان، يعني عثمان ما هو شخص سمع ادى، يعني مجرد سمع خالته قال ايه المشكله ان انا اسمع، بدايه ايه المشكله ان انا اسمع؟ ماشي خالتي بقى انت من القرن اللي فات، انت مش حاسه بعواطفي، انت انتوا جيل واحنا جيل، لا 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 مفيش الكلام ده خالص. هي خالته تقول هو يسمع عادي خالص، الموضوع بالنسبة له عادي مفيش أي مشكلة. ايه تاني؟ ايه الهم عثمان؟ عثمان لغاية دلوقتي كان مهموم بيه؟ بقولك فدخل على أهله مهموما. مهموم عشان عنده مشكلة عاطفية، مش كده؟ مهموم عشان عنده مشكلة عاطفية. هي دي كانت همومه، إنه ممكن يكون عنده مشكلة عاطفية، زي بالظبط أي واحد مننا ممكن تكون همومه إن عنده مشكلة عاطفية، مشكلة مادية، مشكلة شخصية، مشغول بشهوة. فأنت مشغول بإيه؟ مهموم بإيه؟ إيه همك؟ وزي ما قلنا قبل كده هوت، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الملك فانظر بأي شيء يشغلك، بأي شيء يشغلك. أنت مشغول بإيه؟ مشغول برقية اللي انت ما لحقتش تتجوزها؟ مشغول بايه؟ مشغول بشهوة البطن ولا بشهوة الفرج ولا بشهوة الدنيا الحلوة الخضرة ولا بشهوة السلطان والجاه ولا بشهوة النفس؟ انا انت مشغول بايه؟ ما في واحد همه انه دايما يتقال عليه ان هو النجم. انا مين؟ انا عادي شهوة، مش كده؟ دي شهوة. فأنت يا ترى مهموم بإيه؟ إيه اللي بيشغلك؟ إذا أردت أن تعرف مقامك عند الملك فانظر بأي شيء يشغلك وفي أي شيء يستخدمك. يعني أنت مستخدم في إيه؟ هل أنت مستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا أنت قاعد عاطل باطل ما بتعملش حاجة؟ قاعد مش شغال، مالكش لازمة في الدعوة وفي الدولة وفي الأمة وفي، قاعد كده يعني متشال. مصل الناس في المجتمع دول يا إيه؟ بص هم زي الميت، يا متشال يا شايل. فيا ترى انت بقى متشال ولا شايل؟ ما في واحد بيشيل على كتفه الاعباء والمسؤوليات وشايل، وفي واحد حمل على البشريه، حمل، هو حمل على اخوانه في الدعوه وحمل على امه وابوه في البيت وحمل على معلمه وحمل على شيخه وحمل على الدوله وكل حاجه، حمل حملاج يعني، حمل. انت يا ترى ايه بقى؟ انت شايل ولا متشال؟ لازم يبقى لك دور ايجابي. فانت اذا اردت ان تعرف مقامك عند الملك فانظر انت مشغول بايه،
همومك ايه؟ هل همومك دنيوية؟ شهواتك مادية؟ ولا انت همومك اخروية؟ واللي همومه أخروية دوت هياخد الدنيا والآخرة، زي ما قلنا قبل كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، ومش كده وبس، لا، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني الآخرة جاية له والدنيا جاية له. فأنت مشغول بإيه وهمك بإيه؟ هل يا ترى أنت بتبات كده تقول بكرة هنعمل إيه في الكلية، بكرة هنعمل إيه في المدرسة، بكرة هنعمل إيه في المنطقة، طيب احنا هنرتب الاسبوع الثقافي ده الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده، في خطه، في برنامج، في اي خطوه، في تفكير لمستقبل الدين والدعوه في دماغك، ولا يوم بيوم وكده هو زي الايه راجل يطلع بعربيه فول ومستني ربنا يرزقه باي حاجه، باع القدره كلها، باع نص القدره، باع ربع القدره، هو ونصيبه؟ لا، انت لازم تكون بتفكر بالليل وبالنهار ودماغك مشغوله ازاي تخدم دين ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تكون بتفكر في حاجة هتتعمل كمان شهر، هعمل دورة كمان شهر، هعمل رحلة في اليوم الفلاني، هعمل يوم إفطار في اليوم العلاني، هعمل كذا هعمل كذا. دماغك مشغولة بإيه؟ هل هي مشغولة بطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز أملى المسجد ده مثلا بوسترات ولوحات إرشادات توجيهية ومش عارف إيه إيه اللي في دماغك؟ في تفكير للدعوة وللدين والعمل، ولا التفكير كله في الماديات وفي الحياة وفي الدنيا؟ عثمان هنا كان مهموم وهموم دنيوي، انه عايز يتجوز ما لقاش الزوجة اللي يجوزها، فالدنيا قفلت معاه، الدنيا قفلت معاه عشان خاطر ما لحقش واحد يتجوزها. تخيل كده ان الدنيا بحالها تقفل ويبقى مهموم ويدخل على اهله مغموم عشان خاطر ده كله عشان ما لحقش يتجوز واحدة، مش كده؟ ايوه، هي ذات حسب ونسب، لكن في الاخر هي دي دنيا ولا اخرة؟ هي دي دنيا. فانت هل يا ترى همومك اخرها كده، اخرها الدنيا، ولا انت همومك لها متطلعاتها ولها مستقبلها وبتفكر ازاي تنجو يوم القيامة، ازاي ميزانك يتقل عند ربنا سبحانه وتعالى، ايه يكون صيتك عند ربنا سبحانه وتعالى، مؤمن ولا عاصي، مقبل ولا مدبر، انت مين عند ربنا؟ انت مشغول وانت على الصراط هتمر ازاي؟ انت مشغول وقت الشمس وقت دنوها من الرؤوس، انت فين؟ في ظل ولا ما فيش ظل؟ يا ترى انت مقبول ولا مطرود؟ انت مشغول ولا الموضوع مش شغلك؟ المفترض هي الحاجات دي اللي تشغل الانسان، ولو انشغل بيها هيبذل في الدنيا بذل قوي جدا، يزرع في الدنيا للاخره، وزي ما قلنا هيحصد في الدنيا والاخره، هيحصد في الدنيا والاخره، يعني يهديهم الله ويصلح بالهم. والذين آمنوا زدناهم هدى، ربنا سبحانه وتعالى دول أمنوا، دول اهتدوا، ربنا سبحانه وتعالى بيزودهم إيمان، بيزودهم هدى، وأتاهم تقواهم. التقوى دي بتيجي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. الإنسان بيزداد تقوى، كلما زاد تقوى ازداد خوف من الله سبحانه وتعالى، ازداد إقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن في ثواب انت هتحققه في الدنيا مع ثواب الآخرة. فالعبد ينبغي ان هو فعلا يخلي همه وانشغاله هم الآخرة وما ينزعجش، لانك وانت مخلي همك هم الآخرة انت اكيد ستأتي بنصيبك من الدنيا، يعني بينك وبين رزقك حجاب سيصل اليك لا محالة، محدش يقدر يكسر الحجاب دوت، سيزال وقت ما يأذن ربنا تبارك وتعالى ويأتيك رزقك، ولكن عليك انك انت تعمل، عليك انك انت تنشغل بطاعة ربك تبارك وتعالى. المهم ان هنا عايزين نأكد ان عثمان كان همه هم دنيا وكان مشغول بدنيا، ولكن الانسان ممكن يبقى مشغول بدنيا وبعدين في الاخر تبص تلاقيه بياخد خطوات نحو الاخرة وهو لا يدري، يعني هو فكر في رقية وانزعج، فجيت خالته كلمته، فكان ده سبب من أسباب إن هو يبدأ يدخل في طريق التدين والالتزام، مش كده؟ طب افرض ما فكرش في رقية، هل كان هيسلك المسلك ده؟ لا، ما خلاص، ما هو بيفكرش في رقية، فما الموضوع ده مش هيدخل دماغه، فمش هيقابل، مش هيكون مهموم، خالته مش هتقول له حاجة، فسيظل بعيد عن الدين. ولكن ربما الإنسان
بيبقى مكروب مهموم مغموم، لكن بيكون في هذا الغم والهم يكون في فرج. مش ممكن الدنيا تفضل ضلمة على طول، مش ممكن يعني إن بعد العسر يسرى، مش ممكن إن الدنيا تفضل مظلمة. بعد الليل المظلم ده لازم يكون في نور، لازم يكون في شمس، خد بالك. وكثير من الكروبات والهموم تحمل في بطنها الخير الكثير، تحمل في بطنها الخير الكثير. مثلا مريم ابنت عمران لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، دي بتقول ايه؟ بتقول يا ليتني مت قبل هذا، بتمنى انها لو ماتت قبل ما تكون حامل. لكن هل كانت تدرك ان ما في بطنها نبي؟ ما كانتش تدرك ذلك. الامر كرب كرب، ازاي قومها يعلموا انها حامل؟ ازاي وهي لم تتزوج من بعد، لم تتزوج قبل ذلك، فازاي هيبقى هي حامل وهي معروفة انها طاهرة وانها عفيفة وانها شريفة؟ هم وغم لدرجة انها تقول يا ليتني مت قبل هذا. هل كانت تدرك ان مع هذا الغم وفي بطن هذا الغم يكون الفرج ويكون النور وان يأتي في بطنها نبي؟ فأحيان كثيرة ممكن الكروبات والهموم يكون في بطنها خير كتير، بس انت ما انتش واخد بالك منه. ولذلك انت ما تسبش بقى الظلام وما تسبش الهموم والغموم، لكن لما تلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتبحث عن شعاع النور الذي في الظلام هتجد المخرج. في شعاع نور في الظلام، لو انت يعني اقتفيت اثره مشيت وراه هتوصل للمخرج الحقيقي ان شاء الله. هنا فسرت عنه، فرجت عنه وهدته، قالت له بقى كلمتين وبشرته بظهور نبي. هيعمل حاجتين النبي ده، يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الواحد الديان. بشرته بظهور نبي، سرت عنه قالت له هدي أعصابك روق دمك مش مشكلة حبة، وقامت له بشرها بحاجتين، قالت له انه سيظهر نبي يبطل عبادة الاوثان ويدعو الى عبادة الواحد الديان. بس هي قالت له دول، ورغبته في دين ذلك النبي وبشرته بانه سينال عنده ما يبتغي. بشرته بالنبي ده وقالت له كمان انت ستنال عند هذا النبي ما تبتغيه. ورغبته في دين ذلك النبي وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغي. نوف هنا ماشي. وبشرته بظهور نبي يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الواحد الديان. ورغبته في دين ذلك النبي وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغي. ثلاث سطور دول كده فيهم فايدة؟ ها اتفضل. الواحد لو عرف ان في خير ما يبخلش بيه على غيره، كويس. انت عرفت ان في خير جاي، اسكت انا لغايه ما حوط عليه واضه كله ولا بشر الناس بيه؟ ابشر الناس بيه. مثلا عرفت ان في مقراءه قران في المسجد الفلاني، اروح انا لوحدي ولا اقول للناس كلهم تعالوا دي في مقرأة معمولة في المسجد الفلاني، في درس معمول في المسجد الفلاني، اروح لوحدي ولا اخد الناس معي؟ لو انت عرفت ان في موطن في خير فتدعو الناس الي. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ اتفضل. ايون خبرة خالة عثمان، احنا قلنا انها طاعنة في السن، يعني عجوزة، يعني مخضرمة، يعني عندها من كتب السابقين، فهي عندها تاريخ، ورأت أمارات ظهور هذا التاريخ في هذا الزمن، فبشرته ببعثة النبي من قبل ما تشوفه. خد بالك عندها تاريخ قديم، فهي أسقطت هذا التاريخ على الملامح اللي بتشوفها دلوقتي، على المواقف اللي بتحصل دلوقتي في الحياة، فقالت له خلاص ده في نبي جاي، خلاص في نبي هيظهر، خبرتها السابقة. تفضل. لما تكون عندك بشرى لأخيك فلا تبخل عليه بها. الراجل ده قال حاجة زي كده تقريبا، ماشي.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب البشرة أن يبشر الناس. تفضل. بشرته وبعدين كمان رغبته قالت له مش كده ولا ده، انت هتلاقي الحلول هنا، هتلاقي اللي انت محتاجه هنا، مزيد من الترغيب. يعني بترغبه في الدين ومش كده وبس، مش بتقوله سيبك من الموضوع بتاعك، لا لا لا، ده بتقوله ده انت هتجد عنده ما تبتغيه، هتجد عنده ما تبتغيه. اتفضل. يعني هي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فعرفت ان هو ده. هي ممكن تكون مش عارفة شخصه، لكن هي عارفة ان ده زمانه. فضل. هي لان خالته تعرف سمات عثمان رضي الله عنه، عقله ورجاحته وفتنته وذكاؤه، فتيقنت ان مثل عثمان لابد أن يكون له مكانة ومنزلة عند النبي القادم. عشان كده قالت له إيه؟ رغبته في الدين، وقالت له أنك أنت هتجد عنده بغيتك، هتجد عنده بغيتك. تمام. مضمون رسالة الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عشان كده هي رسالة واضحة، اترك عبادة الأوثان، اعبد الله الواحد الديان. طب هنا السطرين دول كده هو ما فيهمش حاجه. اتفضل. اللي هي الدين الجديد، الدين الجديد ان هي بتجيب له بديل لمشكلته، او بتدله على السبيل اللي هيجد عنده حل هذه المشكله. احنا عايزين نلاحظ انها بشرته بظهور نبي يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الرحمن. أنا عايز أقول إن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت واضحة ولا كانت غامضة؟ واضحة بس ولا واضحة جدا؟ جدا. عشان واحدة عجوزة تفهمها لا تبقى رسالة واضحة. أنت النهاردة تعالى فاهم جدتك، تقول أذكار الصباح والمساء، تقول منها ذكر ولا اتنين، ولا خليها مثلا جدتك ما بتعرفش تقرأ وتكتب، وتعالى حفظها مثلا الفاتحة بس، شوف الغلب اللي انت هتشوفه عشان هي تحفظها. أخذ بالك صعوبة، أخذ بالك عشان تيجي تكلمها تقول لها حاجة عن التكنولوجيا، ياه ده انت كده بتنحت في الصخر، حاجة مش ممكن. فكون الرسالة واضحة حتى للستات العجائز، ده يدل على ان رساله الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فعلا اوضح من شمس النهار. ومش جمل كتيره، مش كلام كتير، اتركوا عباده الاوثان واعبدوا ربنا. بص حاجه ما فيهاش مشاكل كتيره. مش نفضل بقى كلمنا على الاسلام، تفضل تتكلم الخطبه دي في المقدمه وخمس لسه خطب جايين هنتكلم فيهم على الاسلام. يا نهار ابيض، يعني انا عايزني عشان ادخل في الاسلام اسمع لي 6-7 خطب؟ مفيش كلمتين كده هو تدخلوني في الاسلام؟ انت ممكن ما تلاقيش الا نادرا اللي يكون عنده كلمتين دول. لكن امراه زي دي واضحه عندها الرساله كويس جدا، وضوح الرساله حتى عند العجائز. ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. الفطره السليمه عند هذه المراه وعند ال عثمان. الفطره السليمه عند المراه ديت وعند ال عثمان ان هي استجابت للرساله بسرعه، ما ناقشتش كتير، ما جادلتش كتير، عندها استجابه سريعة. بتقول ايه؟ ورغبته في دين ذلك النبي، وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغي. فمنقوله هنا عنده ستنال، عنده ما يتلوش ليه ستنال منه، يتلو ستنال عنده ما تبتغي، ما يتلوش ستنال منه ما تبتغي. طب هي منه دي هي الأكبر والأشمل ولا عنده؟ عنده بالك، عنده يعني عنده ستجد كل شيء، كل شيء. وبعدين هنا مش ستنال منه، تنال منه يعني هتاخد منه حاجة صغيرة وتمشي، لكن لما تجد عنده ما تبتغي إذن أنت لن تذهب إلى غيره، لأنك أنت لقيت عنده كل حاجة،
هتروح فين؟ هتروح لمين وليه؟ إذا كنت هنا لقيت كل حاجة، فأنت ستجد عنده ما تبتغيه. أنت مش رايح مثلا مكان تسأل على حاجة واحدة لقيتها خدتها ومشيت، لا ده أنت هنا في كل حاجة. يعني لو دخلت ما انتش طارق إلا ما تاخد كل حاجتك. ستنال عنده ما تبتغي. هي فهمت ان هذا الدين شامل، مش ناقصه حاجة. قلت له هتجد عنده كل حاجة. الست العجوزة فهمة انك هتجد في الدين ده كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. ولذلك بنقول ان مشاكلك لها حلول في الالتزام، في الالتزام. يعني لما تلتزم هتجد لكل مشاكلك حلول، لان هو الدين ده فيه حلول لكل حاجة. واحد يقول لك انا التزمت ومشاكل ما تحلتش، اقول له انت ما التزمتش. ممكن يكون شكلك التزم لكن انت ما التزمتش اصلا. لا انت ما التزمتش. فاكرين انتوا زمان لما كان الشيخ محمد حسين يعقوب يقول لك الاخ بيدخل الاعتكاف بالشنطة بتاعته فيها بقى الطاولة والدومونو والشطرنج والتلفزيون اي حاجة داخل بيها الاعتكاف، وعايز يخرج بيها زي ما هي. لا، المفترض انك انت لازم تتغير. فبقول لك انت داخل الاعتكاف عشان تتغير، يبقى لازم تكون فعلا رامي الشنطة دي بره، رميها بره وتدخل عشان تتغير. فانت لو دخلت الالتزام فعلا وعرفت دينك صح هتجد لمشاكلك كلها حلول. بالالتزام الجيد، بالالتزام الصحيح، سوف تجد لمشاكلك حلول. عشان كده بنقول لك لمشكلتك حل، لمشكلتك حل. فين؟ تبتغيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لن تضيع لو انت التزمت صح. لو اختفيت اثر الرسول عليه الصلاه والسلام كما ينبغي ستجد لكل مشكله من مشاكلك حلول. ليه؟ لان من الحاجات المهمه جدا جدا في حل كتير جدا من مشاكلك هو اختلاف اهتماماتك. اختلاف اهتماماتك. انت لما هتلتزم ستختلف اهتماماتك، ولما تختلف اهتماماتك كتير جدا من مشاكلك هتسقط لوحدها. يعني واحد كان مشغول بالبنات، واحد مشغول بالاغاني، واحد مشغول بالموسيقى، واحد مشغول بالسجاير. طيب دوت لما اهتمامه، يبقى هو نصرة دين الله تبارك وتعالى. لما اهتمامه ان هو يكون عبد صادق صالح لله سبحانه وتعالى، هل ده هيفكر بقى في البنات والعادات والزينة والسجاير والأصدقاء والشلة؟ هيفكر ولا سقطت الحاجات دي كلها لوحدها؟ دي كلها سقطت. عشان كده انت بالتزامك هتتغير اهتماماتك، هتتغير اهتماماتك. كان الواحد بيسلم وهو يبتغي ان يتزوج، هو بيسلم عشان يتجوز ديت، لانه ما ينفعش ان الكافر يتجوز مسلمة. فكان ممكن الصحابي او الواحد منهم يسلم بس علشان يتجوز فلان. هو ايه اللي خلاه يسلم؟ ها؟ ايه اللي خلاه يسلم؟ انه عايز يتجوز بس. ولما يدخل في الاسلام اهتماماته تتغير خالص خالص، حتى يقول لك فحسن اسلامه. وبعد ما كان داخل يتجوز تبص تلاقيه دخل يجاهد ويقاتل وراح وجه، الله لا 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 لا، ايه ده؟ بقى قائد جيش وبقى داعي الى الله اتغيرت اهتماماته. نعم؟ ابو طلحه الانصاري لما اتجوز ام سلمه اصلا قالت له شرط ان انا اجوزك مش عايز منك لا مهر ولا حاجه. ام سلمه واحده معروفه جدا ومئة ألف واحد يتمنى ان هو يتجوزها. فاما جه طلحه قالت له ما مثلك يرد، ما مثلك يرد، يعني اللي زيك ده ما حدش يرده، ولكنك رجل كافر. جابت له في وشه كده من الاخر، من قالت له انت راجل، انت 100 100، اللي زيك ما حدش يقوله لا، لكن فيك عيب واحد، انت كافر. وطبعا المسلم ما ينفعش، المسلمه ما ينفعش تجوز كافر. فايه الموضوع؟ قالت له فان اسلمت تزوجتك. مش عايز منه حاجه غير ان هو يسلم، فاسلم رجاء ان يتزوجها. فلما اسلم حسن اسلامه بقى ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه.
النبي عليه الصلاة والسلام في أحد يقول أوجب طلحة، يعني الرجل ده جاب عمل كل اللي عليه، وفى وفى، ده دخل يتجوز بقى مقاتل بقى مجاهد بقى واحد واقف قدام الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عن هذا الدين. اتغيرت اهتماماته، بعد ما كان اهتمامه يتزوج أصبح اهتمامه كيف ينصر هذا الدين، كيف ينشر هذا الدين، كيف يدافع عن هذا الدين. انت لو التزمت التزام حقيقي هتتغير التزاماتك وهتتغير اهتماماتك، هتبص نفسك كنت بتلتزم بحاجات هتفكك منها، كنت مهتم بحاجات هتفكك منها، وهتتغير اهتماماتك وهتتغير التزاماتك وهتبقى شخصية جديدة، وهتتحل كتير جدا جدا من مشاكلك. ورغبته في دين الله، دي خالته مش كده، دي خالته، وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغيه. حتى النساء لهن دور في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حتى النساء، مش هي خالته دي اللي قعدت تعمل معاه المجهود ده؟ دعوة دي ولا مش دعوة؟ دعوة. طب انت دورك فين بقى؟ شو بقى لما خالته انت مش عارف تبقى زيها، يعني خالته واحدة ست وانت مش عارف تقوم بالدور اللي هي بتقوم بيه، خالته لها دور مؤثر في هدايته، هي اللي مهدت له، هي اللي حطت اللبنات الاولى، هي اللي وجهت تفكيره. خد بالك خالته دي هي اللي وجهت تفكيره، هو كان ناوي يتجوز بس، هو كان مشغول على الجواز بس، ده الموضوع كان في دماغه، هي وجهت تفكيره في اتجاه تاني خالص، بصرته بطريق ما كانش بيفكر يسلكه، حطت رجله على بداية طريق يقول به إلى الجنة، هي حطت البصمة الأولى. واحدة ست خالته العجوزة اللي الناس يقولوا دي ما بتعملش ما بتقدمش ما بتأخرش، لا عملت، هي نفعت جابت نتيجة. أنا بسأل بقى أنت دورك إيه؟ بقى الشاب اللي قادر يتحرك ويقول ويعمل ويخلي ويسوي، ما دورك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ ورغبته في دين ذلك النبي، وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغي. لازم يكون عندك يقين أنك بالتزامك ستجد ما تبتغي، دنيا وآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنت بالتزامك وبتدينك وعبادتك هتجد نصيب في الدنيا، وهتجد نصيب برضو فين؟ هتجد نصيب في الآخرة. مش هتبقى عبد بقى متدروش في الدنيا وملكش، لا، انت هتعيش في الدنيا وهتاكل وهتشرب وتتجوز وتركب عربية وتسكن في شقة وكل حاجة هتعملها بالحلال، وهتجد خير في الدنيا وخير في الآخرة. بس أهم حاجة انك انت تلتزم بدين النبي تبارك صلى الله عليه وسلم. ورغبته في دين ذلك النبي وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغي. هو يطلب مين هو النبي؟ لا لسه، مزيد من التشويق، مين هو؟ لا 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 لسه شوي على مهلك بقى، وتفضل يشتاق لمعرفة ذلك الرجل. قال عثمان فانطلقت، ركز عشان هنوقف على بعد السطر ده على طول. قال عثمان فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي. قال فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي. استفدت حاجة؟ قال فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي. تفضل. أيوة، لابد أنك أنت تعمل فكرك. واحد كلمك، هي كانت بتقول له حل مشكلته، هل هو أخذ الحل ده ورماه؟ هل هو قال دي ست بتخرف يا عم فوكك عمل كده؟ ولا اهتم واعتنى؟ بقولك انطلقت مشيت من عندها مباشرة وأنا بفكر. عشان كده بقولك فكر فيما تسمع ولا تتجمد، لا تتجمد، تبقاش عندك فكرة واحدة ومش عايز تغيرها، لا، اسمع، اسمع أفكار الآخرين، اسمع ما عند الآخرين،
ربما تغير وجهة نظرك، مش كده؟ مش ممكن ولا صعب؟ انت ما تبقاش قافل على فكرة واحدة ورأي واحد، لا، اسمع كلام الآخرين، يمكن عند الآخرين ما يجعلك تغير وجهة نظرك، تغير فكرتك أو تغير موقفك لما تسمع كلام الآخرين. لكن تقوم جاي واخد موقف واحد وأي حد يكلمك ترمي كلام البحر، ترمي كلام البحر، مش هينفع، مش هينفع، لن تهتدي. لأنك أنت لابد أنك أنت تسمع وتفكر وتدرس وتشوف الخير فين حتى تقتفي. إيه تاني في الفقرة في حتة الصورة دي؟ تفضل. هي عملت، بص، خالته عملت عنده حراك فكري، حركت دماغه، حركت دماغه، سخنت دماغه. بعد ما كان فعلا بيتكلم في الجواز بدأ يتكلم نبي جديد هتجد عنده كل اللي انت عايزه. قعد الموضوع، الموضوع اتغير، قعد يفكر مش بقى في رقية وازاي حصلها، لا، ده دلوقتي بيفكر في موضوع تاني، ده بيفكر في اللي بتقوله خالته، ايه النبي الجديد ده، وايه الدعوة الجديدة دي، وايه ترك عبادة الاوثان وعبادة الواحد الديان، كلام جديد، كلام يحتاج فعلا تفكير. ودماغ عثمان تخلي لازم يفكر، فقعد عشان مشى، هو ماشي في السكة، ما استناش لما يروح ويستجم ويسترخي ومش عارف ايه وينام القيلولة، لا لا لا، ما عملش الكلام ده كله، ده هو ماشي في السكة دماغه عمالة تجيبه وتودي، بيفكر، فكر في اللي بتقوله خالته. طيب كلامها بقى كده، ده كلام مؤثر ولا كلام مش مؤثر؟ كلام مؤثر، كلام حرك المياه الراكدة، تفكير اللي كان راكد أو متوجه في اتجاه معين اتغير، اتغير. وعشان تغير البوصلة دي محتاجة قوة. واضح ان هذه المرأة كانت فعلا حازمة، عندها خبرة، عندها تجربة، وكلامها كان كلام واضح جدا ومؤثر جدا. ماشي، ايه تنستفيدوا تاني من الحتة دي؟ اتفضل. الانسان مننا لما يحب يدعو شخص لا ينتظر انه يهتدي وقتها، ولكن تمام، تمام. ايوة، انت كتير مننا بيبقى مثلا شايف واحد ماسك سجارة في ايديه وعمال يقول له تدخين حرام وشاف ايه، وعمال يتكلم في ادلة التدخين ومتوقع ان الراجل يوم جاي مطلع علبة سجاير من جيبه المارلي بورو 20 جنيه ولا 25 جنيه، يوم جاي يمزقها وحطها تحت رجله ويهرسها. ممكن يحصل، لكن الراجل ده ممكن واحد يعزم عليه بسجارة وهو ماشي في السكة فاشربها عشان معوش سجاير، ما هو قطع العلبة ورميها. انت متخيل انه هيسيب السجاير دي بين يوم وليلة عشان الكلمتين اللي انت قلتهم؟ لا، هو ممكن يعمل كده، ممكن، ده احتمال انه يسمع فيهتدي، يكون عنده إرادة قوية فيعزم على الإقلاع الفوري فيترك الآن المعصية، خلاص دي قوة إرادة. لكن في واحد تاني، وده كتير، لازم تبقى مدرك انه ممكن يسمع منك المرة دي ويفكر في كلامك، وده بقى كويس جدا انه هو بيعمل ايه؟ بيفكر. بقولك الراجل ده يكلمني على الحلال والحرام والإسراف والتبذير والسجاير، وربنا بيكرهها والنبي صلى الله عليه وسلم بيكرهها، وانا ريحتي وحشه، وانا من الملائكه لما تأذى مني، وانا، ويفضل يجيبه ويودي، يجيبه ويودي، بيفكر، بيفكر، ده حلو ولا وحش؟ ده حلو. التفكير ده، التفكير ده سيقوده الى خير، ترى بيفكر في الكلام انت بتقوله. فانت لازم تبقى مدرك انك اللي انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى ده لا تتوقع منه الهدايه الفوريه، وما تضايقش عليه عشان يعلن قدامك ان انا خلاص اهتديت وطبت. سيب له فرصة يروح ويفكر في السكة ويتكلم مع أصحابه ويعمل ويخلي ويسوي لغاية ما هو يطمئن لترك ما تدعوه إليه. فاكرين طبعا قصة ثمامة بن أثال لما النبي عليه الصلاة والسلام أسره، جيش الرسول عليه الصلاة والسلام أسره، ربطوه في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام سابه أيام، بعد كده يوم يطلع يكلمه ما بك يا ثمامة، اليوم الثاني ما بك يا ثمامة، اليوم الثالث ما بك يا ثمامة، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطلقوا ثمامة. بعد ما يسيبه سمامة يروح يغتسل في البئر ويرجع يشهد الشهادتين ويكون راجل مسلم. قصة طويلة، مش عارف انتوا عارفينها مش عارفينها، المهم ان ايه، ان سمامة، ان سمامة النبي صلى الله عليه وسلم ما استناش منه يسلم دلوقتي حالا،
لا ده سابه مربوط في سيرات المسجد يتفرج على المسلمين اللي بيصلوا واللي بيتوضوا واللي بيسلموا جديد واللي بيسالوا الرسول عليه الصلاه والسلام واللي بيتعلموا الدين يوم واثنين وثلاثه وياكلوا ويشربوا وهو واقف في العمود مفيش مشكله. بعد ما دعاه ما قالوش اسلم خالص، قال له ما بك يا ثمام عندك ايه؟ قال له عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تعفو تعفو عن شاكر، واذا اردت المال سل تعطى منه ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوش الاجابه، يسيبه ويجي بعد يومين ثلاثه يساله ما بك يا ثمامه، يقول ما عندي غير ما قلت لك، ان تعفو تعفو عن شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، واذا اردت المال سل تعطى منه ما شئت. ما تعجبوش الاجابه صلى الله عليه وسلم، يسيبه يمشي. بعدين المره الثالثه يجي له ما بك يا ثمامه، قال ما عندي غير ما قلت لك، ان تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإذا أردت المال أعطيت منه ما شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أطلقوا ثمامة، سيبوه يروح، سيبوه ملك ملك، قال لهم سيبوه يروح. فأطلقوا ثمامة. ثمامة لما غاب عنه شوية لقى نخلة وجنبها بير، قلع ملابسه ونزل واغتسل. تعلم الغسل ده فين؟ بالمسجد، من اللي شافه، من اللي شافه، ورجع وقف في ساحة المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عرف منين اللي بيسلم بيعمل كده؟ بيغتسل ويشتينه المسجد، مش كده؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام ضغط عليه وأجبره لازم دلوقتي مش عفوك غير لما تسلم؟ ما حصلش. فأنت اللي أنت بتدعوه ما بلاش تستخدم معه أسلوب مش عفوك غير لما تسمع كلام، مش عفوكك، لا فكه يا عم، فكه فكه يمكن يفكر كويس، فكه عشان يفكر صح. ما تستناش ان هو ايه يلتزم دلوقتي، لازم الاستجابة دلوقتي، لا. عثمان نفسه وهو ماشي في السكة قاعد يفكر، هو ماشي في السكة ما استناش لما روح. كلام مؤثر، كلام بلا قيود، كلام بيتقال للعقلاء عشان يفكروا، فقاعد يفكر فيه رضي الله عنه. قال فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي، فلقيت أبا بكر. لقى قدامه مين؟ أبو بكر. خد بالك مش عايزين ننسى إن إن المجموعة دي كانت صحاب، يعني أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان وأبو سفيان، كل دول مجموعة أصدقاء وصحاب في الجاهلية، هم أصحاب. ففي بينهم وبين بعضهم ود وعشرة ومعرفة وصداقة، في حاجات كتيرة بينهم وبين بعضهم، علاقات أخوية، مش أخوية بتاعتنا، أخوية بتاعتهم يعني، صداقة وحاجات من اللي هي بتاعت الشجاعة والمروءة والصحوبية والعيلة والقبيلة. ففي جو بينهم وبين بعضهم، يعني مش جاهلين بعضهم، لا عارفين، عارفين بعضهم مين ده ومين ده ومين ده، معروفين، ففي علاقة. فبقولك فلقيته أبا بكر، يبقى كده لقى واحد صاحبه ولا لقى واحد ما يعرفوش؟ لقى واحد صاحبه. قال فلقيته أبا بكر وحدثته بما أخبرتني به. ليه مين؟ الله، ده مشغول قوي بقى، مش كده؟ ده مشغول. لما قابل أبا بكر قال له صور خالتي قالت لي، وقعد يحكي بقى، هيجي نبي، هيظهر نبي يدعو لعبادة، يدعو لترك عبادة الأوثان ويدعو لعبادة الواحد الديان، وقعد يقول له اللي خالته قالته، وكأنه عايز إيه من عثمان؟ من أبو بكر. أبو بكر عايز إيه من عثمان؟ عايز إيه من أبو بكر؟ ها؟ عايز يوثق المعلومة. عندك خبر بالكلام ده؟ عندك خبر بالكلام ده؟ أو عايز يقول له معلومة خالته، مش كده؟ عايز اعرفه ان خالتي بتقول ان احتمال يكون في نبي جديد، وايه رايك في المشروع الجديد دوت ونمشي فيه سوا؟ محتمل. لا بس الاحتمال الاكثر ان هو عايز يستوثق من المعلومه. المعلومه ديت سمعت عنها؟ لان ابو بكر كان بيعرف في انساب الرجال والقبائل، فاكيد عارف حد ظاهرت عليه علامات النبوه. فعايز يسال ابو بكر، الموضوع ده عندك خبر بيه؟ سمعت عنه؟ اتفضل. وأبو بكر أكبر، فأكيد عنده خبرة أكتر، وزي ما قلنا إن هو كان نساب، كان بيعرف أنساب الناس كلهم، فدي بوابة عشان يعرف مين ممكن يكون نزلت عليه مثل هذه الرسالة. فبيسأل أبو بكر وبيعرض عليه الموضوع. قال وحدثته بما أخبرتني به، يعني هو كده
انشغل ولا ما انشغلش؟ انشغل. بدأت اهتماماته تتغير ولا ما تغيرتش؟ بدأت تتغير. ما عادش يفكر في موضوع بقى رقية وجوزها عتبة والموضوع فلت من ايديا وعروسة ما لحقتش حصلها وكنز وفاتني، كل الكلام ده خلاص بدأ يتنسى وبدأ يفكر في موضوع تاني، هو موضوع نبي يبعث يدعو إلى ترك عبادة الأوثان ويدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان. فانشغل. واضح أن كلام خالته كان قوي جدا، واضح جدا، مؤثر جدا. لما تدعو واحد خلي كلامك واضح، تكلمش بألغاز، ما جبلوش الأحاديث الصعبة، كلمات اللي مش قادر يفهمها تعمل عليه علامة، ما ينفعش. لازم تخليك سهل، لازم تخليك بسيط، لازم تقول الكلمة اللي الناس تفهمها. خاطبوا الناس على قدر ايه؟ على قدر ما يفهمون، على قدر عقولهم. ما تقولش للناس اللي انت بتدعوها كلام وتقول انا قلت لك الحديث، ما انت قلت لكن هو ما فهموش اصلا. تقول له انا قلت الآية، ما انت قلت الآية لكن هو مسكين ما عرفش معناها. فانت لازم تتكلم كلام عشان يبقى مؤثر، لازم يكون واضح. كلما كان كلامك واضح وموجز، موجز. خالته دي قعدت تتكلم كتير، يعني على ايامنا يعني قعدت تلكه كتير، ما في واحد يفضل يلك 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 وفي الاخر تقول له استفدت ايه من الخطبه؟ اقول لك والله الشيخ كلم في الدين ده كلام جامد قوي. طب ايه الموضوع اللي كان بيتكلم فيه؟ قال لك ده كان بيتكلم في حاجات كتير قوي. ما حاجات كتير قوي دي معناها ان هو ايه؟ ان هو اتشتت، ان هو اتشتت مش عارف يحط ايده على موضوع. الكلام ده مش بنشوفه؟ طب اسال بقى الجمعه الجايه، امسك اي واحد كده من الناس في الخطبه، بس لا يكون بقى خطيب من اللي هي اللي انا بقول لك عليهم دول، وامسك اي واحد وقول له ايه الشيخ كان بيتكلم على ايه، لو عرف يقول لك يبقى الشيخ كده صح 100 100. لازم كلامك عشان يبقى مؤثر لازم يبقى واضح وموجز. النبي عليه الصلاه والسلام كانت كلماته بسيطه، خير الكلام ما قل ودل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات بسيطه وكان يكررها ليه؟ عشان تثبت، عشان تثبت. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهل اللغه، ممكن يقول كلمات يعني من اعرق قاموس، وما زال ما كانش ياخد الكلمات الصعبه دي ابدا، ما كانش يعني يتفيقه على الناس، ولكن كان ابسط المعاني اللي الناس تفهمها وكان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ان خالته ديت ست عظيمه فعلا، وجايبه كلمات بسيطه جدا وواضحه جدا، فرساله مؤثره ومعبره وشاغله، شاغله، كلمتين شاغلينه. نبي جديد هيبطل عبادة الأوثان ويحيي عبادة الواحد الديان، بس قاعد يفكر في الموضوع ده هيمشي ازاي؟ هيحصل ازاي؟ هيبقى شكل ايه وانا ملتزم؟ انا شفتني وانا ملتزم؟ يا ترى هتنفع معايا اللحية ولا لا؟ هينفع اصلي واعمل زي الناس يركعوا وسمع الله لمن حمده؟ هعرف اعمل الكلام ده ولا مش جاي عليا؟ تبقى انت اصلا ممكن مش متخيل نفسك في الالتزام او في التدين. لا ده هو عمال يفكر بقى الدين الجديد ده شكله ايه والموضوع هيمشي ازاي. فلقيت ابا بكر وحدثته بما اخبرتني به، فقال والله لقد صدقت خالتك. قال له والله خالتك ايه؟ صادقه. والله لقد صدقت خالتك فيما اخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان. قبل ما اسيب السطر ده بسرعه برضه عشان ما نقلبش الصفحه، قال والله لقد صدقت خالتك فيما اخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان. مفيش اي حاجه، اي حاجه مفيده؟ ابو بكر كان عنده درايه بالموضوع ولا ما عندوش درايه؟ عنده درايه. قال له بس والله خالتك صادقه. اتفضل. ايوه، لما تيجي تختار واحد تتكلم معاه اختار ان انت تظن ان هو يكون عنده ايه؟ ان يكون عنده علم بالموضوع عشان يفيدك، عشان ايه؟ يضيف لك معلومه جديده. تمام. ايه تاني؟ قال والله لقد صدقت خالتك. ايوه، يبقى هنا ابو بكر بيعمل ايه في المعلومه؟
بيوثق المعلومة، بيوثق المعلومة. مهم جدا انك انت توثق معلومة اللي قبلك. يعني ايه توثق معلومة اللي قبلك؟ ما تهدش معلومة اللي قبلك. احيانا يجي اخ من اخوانك يدعو واحد وماشى معاه جزء من من الدعوة، انت جد دخلت جديد، تهد اللي عمله اللي قبلك؟ تنقضه ولا تبني عليه؟ تعمل ايه؟ تبني عليه، ما تهدهوش. كتير من الناس يدخل يقول لك يا اخ فلان هو قال لك الحديث ده؟ ده حديث ضعيف. يعني ايه؟ يعني كان بيعلمني غلط؟ خلاص بقى ربنا يسامحه. يعني ايه ربنا يسامحه؟ يعني كان بيعلمك غلط مش كده؟ بس هو الاخ بقى الجديد سايق فيها الورع، مش عايز يغتاب الاخ القديم، فيقول لك بقى ربنا يسامحه، ما انت ورطته خلاص، ما انت ورطت، معناه ان هو فعلا كان بيعلمك غلط. لا، ما تهدش معلومه اللي قبلك، ولكن وثق المعلومات. ليه؟ لان دي هتساعدك في البناء، مش انت تبني دايما من الصفر، لا، هتساعدك في البناء. فبيقول لك وثق المعلومات ولا تهدمها. قال والله لقد صدقت خالتك. هو عايز برضو يخلي القضية منبعها منين؟ من عند خالتك. خالتك اللي قايلها لك، ما تجيبش حاجة من عندي. مين اللي قال لك؟ خالتك، أخت أمك. بص يعني الموضوع عائلي شخصي، أنا لا تدخلت ولا قلت ولا عدت، هي اللي قالت لك، واللي قالته صح. يبقى بيوثق معلومة هي طالعة بالنسبة لك من عند شخصية متوثقة ولا ضعيفة؟ متوثقة، دي خالتك وطعنة في السن وست كبيرة وحكيمة ورزينة ومش عارف ايه، فانت بالنسبة لك الشخصية الاولانية امنة، ما هي شخصية ممكن تخونك او تغدر بيك او تعرضك للهلكة، لا، دي شخصية بالنسبة لك شخصية امنة، زي امك وابوك واخواتك، شخصيات بالنسبة لك امنة. فهو عايز يوثق ان المعلومة اللي جاية من هناك دي صح، المعلومة دي صح، نبني عليها بقى، نبني عليها. قال والله لقد صدقت خالتك فيما أخبرتك وبشرتك بالخير. بالخير يعني لقيته ده كله ايه؟ خير، بيرفع همته ويجذب انتباهه. ايه الخير اللي في اللي قالته خالتي ده؟ هو ده خير؟ لا، ده واضح ان هو خير كتير جدا. وإنك لرجل عاقل. بيكلم مين بقى أبو بكر كده؟ بيكلم عثمان، بيفكره وبيذكر له صفاته هو الشخصية، صفات عثمان ومميزات عثمان. فبيقول له والله وإنك لرجل عاقل حازم، ما يخفى عليك الحق ولا يشتبه عندك مع الباطل. قال له والله، أو يقول له والله إنك أنت رجل عاقل حازم، ما يخفى عليك الحق لا يشتبه عندك مع الباطل. طب هو بيقول له كده ليه؟ التمهيد الجاي اللي عايز يقوله له، بيقول له كده ليه؟ بيرفع من شأنه عشان يصدره، عشان يورطه، عشان ما يرجع، ما عرفش يرجع، ما عرفش يرجع، مش كده؟ يعني بيعمل له إرهاب فكري، أكنه بيعمل له إرهاب فكري. يعني عايز يقول له يعني مثلا إيه؟ يجي واحد يقول لك الملتحين دول بيقتلهم وبيدمرهم وبيسرقهم وبيكذبهم وبيعملهم و و و، انت عايز تقول ليه بقى؟ هو بيقول لك المقدمه دي ليه؟ عشان ما تقولوش التحي، ولا تقول له صلي مع الملتحين، ولا تجيب له سيره الالتزام مع ملتحين، فهو عامل لك الباك جراوند ده علشان يرهبك، عشان ما تجيش تقول له اعمل زي دول، لا دول لا اقفل، فهو بيقفل الباب. هنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيعمل ايه؟ بيفكره بطبيعته هو الشخصيه، بيقول له انت ايه؟ وهو عثمان هيفهم ان اللي بالعقليه ديت وبالوضع ده ما ينفعش، ما ينفعش، ما يفهمش، ما ينفعش. فبيقول له انك راجل عاقل حازم. يعني ايه حازم؟ حكيم، حكيم، انت راجل عاقل وحكيم. يعني ايه حكيم؟ يعني بتضع الامور في موطنها الاصلي الصحيح، بتحط الكلام في مكانه الصح، يبقى انت راجل حكيم،
تحط الكلام في مكانه الصح. فبقول انت راجل عاقل وحكيم، تحط الكلام في مكانه الصح وما يخفاش عليك الحق. يعني انت لو شايف، لو الحق معدي من قدامك كده تعرفوش؟ لا تعرف، ومش كده وبس، ولا يشتبه عندك مع الباطل. ما تقولش ده الحق دخل على الباطل، لا، انت راجل ذكي تقدر تميز، تقدر تفهمه وهي طايره. كل ده بيقوله له علشان لما يجي يكلمه ما قالوش مش واخد بالي، ما قالوش مش فاهم. لا، ما ينفعش، انت ما تفهمش، ما ينفعش. فأدل المقدمة دي، وإنك لرجل حازم عاقل حازم، بيذكر له الصفات الشخصية التي تمنعه من التراجع. أقول لك أنت راجل مبدع، راجل مبتكر، راجل همتك عالية، راجل دايما داعي إلى الله سبحانه وتعالى، راجل دايما بتنفق إلى الله. لما عدي قدامك بالصندوق هتقول لا مش ننفق النهاردة؟ مش معقول، لازم تتورط وتنفق، لازم تعمل كده. فهو بيذكر له الصفات الشخصية التي تمنعه من التراجع. طيب ينفع ان انا اذكر الصفات الايجابية قدام صاحبها؟ يعني اقول لك والله انت راجل ذكي، وانت راجل عاقل، وانت راجل محترم، وانت راجل عندك دم، وانت راجل بتفهم، وانت راجل ذوق، وانت راجل، ينفع افضل اقول عليك انت راجل انت راجل انت راجل قدامك كده؟ مش انت ممكن تتنفخ 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 لغاية ما فرحة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ينفع طبعا افضل اقول كده اقول ولا ايه؟ ايه رايك؟ ينفع في موضوعها؟ ينفع في موضوعها. ايه موضوعها ده؟ امتى موضوعها ده؟ اتفضل. يعني ينفع افضل اقول الصفات الحلوه دي في وشه؟ يعني ينفع يقول له في وشه حبه كتير؟ مش كتير، بس هو يقول له في وشه حبه. يعني لما اقول لك انت ممتاز كلمه واحده كفاية؟ مش كده؟ بس ممكن ديت يبقى لها مردود إيجابي، ممكن يبقى مردود سلمي، مش كده؟ ها تفضل. ماشي، لما يذكر المحاسن ممكن تدي له همة، تفضل. حسب الشخص، لو كنت تأمن عليه الفتنة، شايف إن الكلام دوت بالنسبة له ما يأثرش فيه، أصل في واحد، مش احنا قلنا في الاول خالص ان في شهوة النفس، ان عايز يتقال انا انا، فده لما تقول له انت عائل يقول لك امال ايه، اسكنش انا العائل يبقى مين؟ انت محترم يقول لك طبعا انا ابو المحترمين. هو عايز دي اصلا، يبقى ده مريض، مش كده؟ ده مريض، ده ما ينفعش تقول له، ده ما ينفعش تقول له ده خالص ده. لكن لما واحد تقول له انت عائل ما تفرقش معايا، يعني الموضوع عادي، يعني عادي مفيش مشكلة، انت راجل بتفهم عادي برضو، يعني معديها عادي، معديها عادي، دي بقى كويس ولا وحش؟ ده بقى كويس. الموضوع ده ما بيأثرش في نفسه، ما بيأثرش في نفسه، ما بيخليهوش يبص لنفسه، ما بيزرعش عنده الغرور، او ما بينبتش عنده الغرور، او ما بيقويش عنده الاعجاب بالنفس، الموضوع بيعدي عادي. فانت لما تشوف ان هو الموضوعات دي بتعدي عنده عادي بدون ما تعمل مشاكل نفسية، ممكن تذكروا بيها، ممكن تذكروا بيها. فهنا بيقول لك لا مانع من ذكر مميزات الرجل اذا امن الفتنه وكان في مصلحه. يعني في مصلحه، انا لما اقول له انك رجل عاقل حازم وما يخفى عليك الحق وما يشتبه عليك مع الباطل، في مصلحه ولا مفيش مصلحه؟ في مصلحه. ثم قال لي، ده ابو بكر بقى بعد ما قال له انت راجل كذا 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 وداله الاوصاف الحلوه المتينه دي، فبيقول قال لي ما هذه الاصنام التي يعبدها قومنا؟ ما هذه الاصنام التي يعبدها قومنا؟ اليست من حجاره صم لا تسمع ولا تبصر؟ فقلت بلى. فقال وانما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق، وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق. نقف هنا شوية بسرعة. بعد ما قال له أنت راجل عاقل وحازم والحق بالنسبة لك واضح، ما يشتبهش مع الباطل، الدنيا بالنسبة لك واضحة، أم قال له موضوع واحد ملكش كتير برضه، خد بالك بيتكلموش كتير، هم بيجيبوا من الآخر زي ما بيقولوا،
فقال له ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ قومنا ما لهوش ما هذه الأصنام التي يعبدها قومك؟ لي ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ شعوره بأننا وانت احنا واحد، احنا واحد، مش احنا شعب وانتو شعب، لا، مش انتو جيل واحنا جيل، لا، مش انتو قوم واحنا قوم، لا، مش انتو العوام واحنا الملتزمين، لا. ما خد بالك ساعات انت بتنظر للناس ان انتو العوام واحنا الملتزمين، يقولك عملتوا افطار النهاردة، اه لمين؟ للملتزمين. طب وافطار العوام مرة الجاية، يعني اصلا في طبقية مش كده؟ حبة كده يعني موجود. لا غلط، لازم اشعر اخواني ان احنا كلنا حاجة واحدة، انا سابقك بالتزام، انت سابقني بالتزام، المهم ان احنا اصحاب قضية واحدة. بيقول ما هذه الاصنام التي يعبدها قومنا؟ احنا، عشان ما يعملش جبهات، وده فن الحوار، ان الكلمات بتاعتك ما تكونش جبهات ضدك. تخيل كده لو قال له ما هذه الأصنام التي يعبدها قومك، يبقى كده عثمان فهم ان ابو بكر في خندق وعثمان في خندق تاني، صح كده؟ ايه الأصنام اللي يعبدها قومك دول؟ يعني انا مش هم، انا مش معاهم، دول مش تبعي، يعني انا في مكان وهم في مكان، يبقى احنا كده صنعنا الاعداء، مش كده؟ صنعنا من يخاصمنا، عملنا خصوم لينا. طبعا لا شك ان الحوار بتاع ابو بكر ده حوار هادي ولا حوار عنيف؟ حوار هادي، بيحسسه ان احنا ما زلنا شركاء في المشكله وبندور لها على حل. وخالتك قالت كلام جميل برضه، كل شويه خالتك دي، خالتك واضح ان خالتك كانت مؤثره عليا وعليك، فبيقول له كل شويه احنا ما زلنا شركاء، لا يجب ان نكون الجبهات المضاده والخصوم، وده فن الحوار. فقال ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر؟ فقلت بلى، فقلت بلى. طب هنا عثمان قال بلى ليه على طول كده؟ على سورة بس، أيوة، لأن هو قال له أن أنت راجل عاقل، أن أنت راجل حازم، ان انت راجل لا يخفى عليك الحق، ان انت راجل لا يشتبه عندك الحق مع الباطل. المقدمه ديت تخليني لما اقول لك الاصنام اللي احنا بنعبدها ديت ما بتسمعش، تقدر تقولي لا بتسمع؟ دي حجاره، حجاره صم لا تسمع ولا ترى. هل العاقل الحازم الذي لا يخفى عليه الحق يقدر يقول عن الحجارة إنها بتسمع؟ يقدر يقول إنها بتشوف؟ لا. إذا المقدمة بتاعت أبو بكر دي كانت مهمة ولا مش مهمة؟ هو سطر لكن مهم جدا، يقول له أنت راجل حازم عاقل لا يخفى عليك الحق من الباطل، الدنيا واضحة بالنسبة لك. فقال أليست من حجارة، بيختار كلمات، قال له كلمتين اتنين بس في وصف هذه الآلهة، مالوش بقى دي اصنام وركس ومعموله من خشب وبيعملوا فيها ايه واحنا اللي صنعناها بايدينا واحنا ازاي بنسجد لها واحنا، لا لا، كل الكلام الكتير اللي ممكن يبقى ايضا له تاثير هو ما قالهوش، لان عارف ان شخصيه عثمان رضي الله عنه بتقنع بالكلمات البسيطه، كلمتين وخلاص يفهم بسرعه. فقال له كلمتين مهمين جدا، قال اليست من حجاره صم لا تسمع ولا تبصر؟ قلت بلى. خد بالك بقى، حجارة صم لا تسمع ولا ترى، هو كده وصف الأصنام بكم صفة؟ اتنين، اتنين، لا تسمع ولا ترى، ووصف الحجارة بأنها صم، يعني الحجارة ديت. أصل خد بالك انت بتسمع بإيه؟ بودنك دي، بس في ناس لها ودن وما بتسمعش، صح؟ صح ولا ايه؟ مش في ناس لها ودن وما بتسمعش؟ ايه مش معايا ولا ايه؟ هما بيركبوا سماعه ليه؟ وساعات ما السماعه بتنفعش،
فممكن يبقى له ودن وما بتسمعش، ما بتسمعش يبقى فيه صمم، يبقى من جوه الجهاز متعطل مقفول، يبقى الودن دي لازمة؟ ملهاش لازمة. وبعدين دخل قال له أليست من حجارة صم؟ الحجارة أصلا صمة. والآلهة ديت لا تسمع ولا تبصر. قلت بلى. خد بالك الوصفين دول، تخيل واحد حرامي دخل على بيت واحد أعمى وما بيسمعش، كسر الباب برجله وقعد يخبط في النجف يكسره، والبوتاجاز يدمره، والكنب يكسره، وسرق الفلوس وموت العيال واخد بعضه وكسر الشبابيك وطلع من الباب، هل الراجل ده هيحس بيه؟ دي حاجة كتيرة قوي حصلت، دي الدنيا اتدمرت، لكن الراجل ده حس بيه؟ لا. ما هو لو سمعه وما شافهوش كان هيمشي نحو الصوت. طب لو شافه وما سمعهوش هيمشي نحوه عشان يمنعه من التكسير، لكن ده لا شافه ولا سمعه، يبقى ده ممكن ينفع نفسه؟ ما هو الراجل ممكن يقتله بسكينة بقى، ممكن يمنع القاتل أو الحرامي ده يقدر يمنعه ويصده؟ ما يقدرش، لا يقدر ينفع نفسه ولا يقدر ينفع غيره أو يضر غيره. فذكر له حاجتين، السمع والبصر بس، ملوش بقى دي ما بتتكلمش، لا دي ما بتمشيش، لا دي ما بتتحركش، لا دي تماثيل، لا لا لا. خلينا اللي بيفهمهم نكلمهم بكلام يتفهم بسرعة. خد بالك أما واحد يكون قدامك بيفهم لازم تحترم عقله وتكلمه على قد مستوى. قال له كلمتين، دي حجارة صم لا تسمع ولا ترى، صح؟ قال قلت بلى، بصم يعني عليه فيش كلام. فقلت بلى. فقال وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق. بيرجعه تاني لكلام خالته. دايما أربط جهودك بجهود السابقين، قل له فاكر الشيخ اللي انت حضرت له في الدرس الفلاني وقال كذا 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 كذا، ابني بقى انت على المعلومة ديت ولا تدها، ابني عليها. قل له فاكر الشريط او الاسطوانة او المحاضرة اللي انت سمعتها، شفت قالوا ايه فيها، طب ليه انت بتعمل كده وبتعمل كده، وابدأ بقى عاتبه وحاسبه وقيمه وقومه، اعمل اي حاجة. فهو بيرده للمعلومة الاصلية. فقال وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق. إيه اللي تحقق ده بقى؟ إيه اللي تحقق؟ إن في نبي بعث. هنا عايز أقول لك لا تحطم من حولك لتظهر أنت. خد بالك من النقطة ديت. لا تحطم من حولك لتظهر أنت. احيانا في ناس تحس في نفسها انها مش ممكن تظهر غير لما تكسر كل اللي حواليها، فيفضل يكسر 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 عشان يفضل هو اللي ظاهر بس، لكن مش عارف يظهر في وسط العمالقه فيكسر العمالقه عشان يفضل هو، وهو صغير يبدو وكانه ايه، يبدو كانه كبير. فانت لا تحطم من حولك لتظهر أنت، لا، خليك اعمل بلغة الفريق، إن جهود الفريق تنفعك، جهود الفريق تقدمك، جهود الفريق تحقق المطلوب. قال وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق، فلقد أرسل الله رسوله المرتقب وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق. فقلت ومن هو؟ ايه ديت؟ ليه بيقول له ومن هو؟ مشتاق مالوش جدال لسه، طب واصنامنا والهتنا؟ لا لا لا، ده الموضوع الاصنام والالهه ده اتنسى ولا ما اتنساش؟ ده اتنسى، ده دخل في موضوع جديد خالص، ان هو بيقول له ومن هو؟ ده مين؟ مشتاق اليه لا جدال. فقال
إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقلت الصادق الأمين، شخصية مجهولة ولا معروفة؟ معروفة بإيه؟ بالصدق والأمانة، السيرة الذاتية للداعي إلى الله تبارك وتعالى. سيرتك الذاتية ديت ممكن تخليك وحش في المستقبل. أنت سلوكك إيه مع الناس؟ هل فظ؟ هل غليظ؟ هل بتنصب عليهم؟ هل بتكذب عليهم؟ هل بتخلف مواعيدك؟ هل 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 أنت مين؟ الناس تعرف عنك إيه؟ صيتك إيه؟ مشهور بإيه؟ لو أنت مشهور بالصدق والأمانة، أول حاجة هتكون عند ربنا مشهور بالصدق والأمانة. من كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا، ومن كان صيته في السماء سيئا كان صيته في الأرض سيئا. فهنا قال فقلت الصادق الأمين، هو ده وزي ما قلنا أثر السيرة الذاتية. يعرف بكل خير، لا يعرف عنه شر قط، لم تعهد عليه كذبة. خد بالك ما مسكوش على الرسول عليه الصلاة والسلام كذبة واحدة، كذبة واحدة. شوف بقى أنت كذبت كم مرة وتقول كذبة بيضة، فيش لبد ولا أسود كله كذب. ولم تحسب عليه خيانة واحدة، لا خيان مرة ولا كذب مرة صلى الله عليه وسلم. فقلت الصادق الأمين، فقال أبو بكر نعم إنه هو. تأكيد بقى، عايزين نأكد إنه هو. فهل تصحبني إليه؟ فقال فهل لك أن تصحبني إليه؟ فهل لك أن تصحبني إليه؟ مين اللي بيقول مين؟ عثمان رضي الله عنه بيقول لأبي بكر رضي الله عنه فهل لك أن تصحبني إليه؟ كده وكأن رسالة أبو بكر الصديق خلصت ولا لسه؟ خلصت ولا لسه؟ ما قال له هل لك أن تصحبني؟ تقدر توصلني؟ ها؟ هي كده النظر خلص بس لسه العملي، لسه إعلان النتيجة النهائية، لسه إعلان إشهار. لكن هو كده عثمان أسلم على إيد مين؟ لغاية دلوقتي كده أسلم على إيد مين؟ كده على إيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خالته حطت حجر الأساس، مين اللي كمل البناء؟ أبو بكر. الحوار الهادئ، أصنام لا تسمع لا تبصر، مش كده؟ بص حط نقط، هز مشاعره، فهموا مين الرسول عليه الصلاة والسلام، لغاية ما وصله لمرحلة انه يقول له فهل لك تسمح ممكن توصلني اليه. شفت الرغبة، خلاه يرغب يريد يتمنى الا وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل لك ان تصحبني اليه؟ فقلت نعم. امنية طبعا، لين يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما بالك بقى لما ربنا يهدي على يدك عثمان بن عفان، يبقى ايه الوضع وايه الحال وايه. فقلت نعم، ومضينا الى النبي صلى الله عليه وسلم، هما الاثنين لحر الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما راني، لما النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه قال اجب يا عثمان داعي الله، غير مقدمات، اول ما شافه قال فلما راني قال أجب يا عثمان داعي الله، فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة. قال له أجب يا عثمان داعي الله، إيه الدخلة دي؟ الدخلة دي ينفع مع واحد لسه مبتدئ؟ وانت كده بتستبعد ان يكون سيدنا ابو بكر بيبعت تقرير لحظي وفوري ويومي للنبي عليه الصلاه والسلام. المفترض ان ابو بكر الصديق لما بيمشي خطوات زي مع عثمان بيبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يسيبه كده؟ لا بيبلغه، بيبلغه خطوه بخطوه، خطوه بخطوه، ان ابو بكر يبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيبقى عنده معلومات ان فلان ده وصل لغايه فين. فاول ما يدخل عليه يقول له اجب يا عثمان داعي الله. طب وليه تاني؟
مقدمة أبو بكر خلاص. وليه تاني؟ يعني الصدقة القديمة، الصدقة القديمة، استغلال الصلات القديمة. في صلة مش هنا، في صلة وفي مودة وفي معرفة وفي صحوبية، يعني في صداقة. فقال أجب يا عثمان داعي الله. لما قالوش أجب دعوتي؟ قال له أجب داعي الله. تمام، سوى بقول له داعي الله. ها؟ بيعلق قلبه ربنا. ايه تاني؟ ايه؟ تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم الامر عند عثمان، تعظيم الامر عند عثمان. تمام، هو تعظيم الامر عند عثمان. بس هنا بقى لازم نلاحظ ان سيدنا عثمان كان بيعظم حرمات الله تبارك وتعالى. سيدنا عثمان نفسه كان عنده تعظيم لحرمات الله، كان عنده تعظيم لله ولذلك لما أبو بكر كلمه قال له الحجارة دي لا تسمع ولا تبصر، تردد ولا قال له بلى؟ قال له بلى، قال له بلى، خلاص موضوع منتهي. فعثمان كان بيعظم حرمات الله. لما كان بيدور على أحد يتجوزها كان بيدور على إيه؟ على البيت اللي فيه تقوى أو ورع. الأسماء دي مكنش يعرفوها زمان عندهم، بس هو بيدور على البيت ده، البيت النقي، البيت الشريف، البيت العفيف. ما دورش على بيت بغايا، مع ان البيوت دي كان كتير، ما دورش عليها. ليه؟ لأنه عنده تعظيم لله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربط قلبه مباشرة بين هذه الدعوة، دعوة ربنا. قال أجب يا عثمان داعي الله. وعشان عثمان راجل حازم وعاقل ولا يخفى عليه الحق، هيفهم الرسالة مش هيفهم رسالة؟ هيفهم رسالة. ودوت معناه ان انا لازم اراعي ظروف الشخصية للشخص اللي قدامي. مش كل واحد اول ما قابله اقول له اجب داعي الله واسمع الكلام واترك يا السجاير، ممكن يضربك. لا، كل واحد ليه دخلة معينة كما ينبغي. قال فاني رسول الله اليكم خاصة والى الخلق عامة. قال عثمان فوالله ما إن ملأت عيني منه صلى الله عليه وسلم وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته. يقول لك والله، ده اللي بيحلف عثمان، يقول لك والله مجرد ما مليت عيني منه، يعني بصيت له، بصله كده هوت وملع عينه منه، بصله، وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته. هو ما كانش بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام قبل كده؟ ولا كان بيشوفه؟ كان بيشوف؟ كانش بيسمعه قبل كده؟ كان بيسمع، بس كان بيسمعه انه نبي ولا بيسمعه انه شخص عادي؟ كان بيسمعه انه شخص عادي، كان بيشوفه انه شخص عادي. لكن النهاردة الشوفة ديت، النظرة ديت، الرؤية ديت، لا، ده بيبص النبي، ده بيبص النبي. يقول لك اما مليت عيني منه وسمعت كلمتين دول، قال له ايه؟ قال له يا اجب يا عثمان داعي الله فاني رسول الله اليكم خاصه والى الخلق عامه. كلهم ما يجوش 9 كلمات 10 كلمات. لما سمعهم قال وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته. طيب هل اللي فاتهم لهم اثر في السلوك ده ولا لا؟ يعني اداء عثمان ده وليد اللحظة ولا نتيجة تراكمات كلام خالته وكلام مين؟ كلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هم دول اللي وصلوا لمرحلة انه يحط رجله عند النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي شغلوه بالرسول عليه الصلاة والسلام، هم اللي صرفوا ذهنه وعقله وقلبه عن النساء وعن المرأة وعن الزواج وخلوه اتجه تاني، اتجاه تاني خالص ما كانش في حسبانه. هم الذين هيأ له الطريق حتى يسلك هذا. لا تحقر دورك. خالته قالت كلمتين وسكتت وأبو بكر كمل السك. ما تحقرش دورك. ممكن أنت تقول لزميلك كلمة وغيرك هيبني عليها، بس الكلمة دي ممكن تكون هي البذرة اللي هتكون سبب الالتزام والتدين والعبادة اللي في قلب صاحبك واللي في قلب زميلك دوت. قال عثمان رضي الله عنه بعد ما انشرح صدره بقى والدنيا
رأت. قال عثمان يا رسول الله، بس أنا عايزكم تنتبههم، هو عثمان هيقول ديت هنا ليه؟ الفقرة دي عثمان هيقولها هنا ليه؟ قال عثمان يا رسول الله قدمت حديثا من الشام، يعني لسه جاي ايه؟ جاي قريب من الشام، بقى لي مدة بسيطة يعني. قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين ميعان والزرقاء، ميعان دي في الأردن والزرقاء دي بعدها، يعني هو ايه داخل على حدود السعودية. قال فلما كنا بين ميعان والزرقاء فنحن كالنيام، كالنيام يعني ايه كالنيام؟ يعني بين النايم والصحيان، يعني لسه ما غطسوش في النوم. فنحن كالنيام إذا مناد ينادي أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة فقدمنا فسمعنا بك. أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد ظهر بمكة فقدمنا فسمعنا بك. ليه عثمان بيذكرها هنا؟ حد يركز بسرعة. هو انت امتى لما واحد يكلمك تندمج معاه وتجيب له مثال كمان، يعني هو بيتكلم في موضوع فانت اندمجت معاه وجبت له مثال كمان على اللي هو بيقوله وتقول تصدق حصل معايا الموضوع الفلاني الفلاني الفلاني. امتى يحصل الكلام ده؟ ها؟ لما تصدق كلامه، لما تقتنع باللي هو قاله، تبدأ تدور في سيرتك الذاتية عن حادثة حصلت لك مشابهة. ما هو الحادثة الأولانية هنا ان الرسول بعث، طب ايه الحادثة المشابهة؟ انه هما في السكة بين النايم واليقظان جه مناجي قال يا ناس هبوا فإن أحمد قد ظهر فقدمنا فسمعنا بك. يعني لما صدقوا دور في الذاكرة، لأن حصل لي موقف يأكد اللي انت بتقوله دلوقتي. يبقى هو آمن ولا ما آمنش؟ صدق ولا ما صدقش؟ فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم على يد الصديق ومضى في إيمانه قدما قويا هاديا وجيعا صابرا عظيما راضيا عفوا كريما محسنا رحيما سخيا باذلا يواسي المؤمنين وخاصة المستضعفين منهم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بإذن الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.